ينتظر وديع القدسي المصاب بداء السكري دوره ليحظى بخدمة التشخيص والعلاج ومن ثم متابعة الطبيب المختص من خلال المخيم الطبي المجاني. العلاج مدى الحياة والحالة المادية لوديع لا تساعده. تابعنا الموضوع هذا حق المركز الخيري عن طريق النت وقلنا لعل وعسى، لأنه الدواء مستدام تشربه مدى الحياة تقريبا، ما دام مصاحب لك الدواء السكر هذا مدى الحياة يشتي لك إمكانيات فائقة. إمكانيات يعجز عنها الملايين في اليمن، ولذلك فالمئات هنا وجدوا في المخيم الطبي فرصة للحصول على الرعاية المقدمة حتى وإن كانت مؤقتة، رعاية تشمل مختلف الحالات المرضية. المخيم يوفر جميع الأقسام، جميع الخدمات مثل الأطفال، العظام، الأنفوذ والمحنجرة، النسائية والولادة، الباطنية، باطنية القلب، باطنية السكر. تجهيزات المخيم من أدوية ومحاليل يتكفل بها فاعلو الخير، بينما يتناوب الأطباء المشاركون فيه في تخصيص أيام مجانية لتقديم خدمات المعاينة والكشف واستقبال الحالات المرضية. حاولنا أن نحن نستقطب أفضل الاستشاريين في اليمن للإسهام في المخيم الطبي المجاني، على أساس أن المسكين والفقير يلقى الشخص الاستشاري الذي يريده. أم محمد إسماعيل. المركز رغم شح تجهيزاته وإمكانياته إلا أن الإقبال عليه في تزايد بشكل يومي، وهو ما يعكس جانبا من واقع الناس الصعب الذي أفرزته سنوات الصراع. كثيرة هي المبادرات الخيرية والطوعية التي أملتها ظروف الحرب وتداعياتها، وما هذا المخيم إلا واحدة منها، ينطلق من الناس وإليهم بعد أن بات كثير منهم عاجزا عن العلاج مع عدم قدرة النظام الصحي على القيام بدوره. خليل القاهري، العربي.